متعة حقيقية بحسها وأنا بتمشى في منطقة سيدنا الحسين. هنا بيتقابل تاريخ القاهرة مع حاضرها، أثار ترجع للقرن الـ14 الميلادي في شارع مليان تجارة وحركة ومزارات سياحية ودينية وناس أشكال وألوان. يمكن مسجد سيدنا الحسين من أهم معالم المنطقة، واللي بيتزين دايماً في شهر رمضان بالأنوار والزواق والذكر اللي بيملى المكان، وروحانياته اللي بتملى المكان بطاقة سماوية. وجنبه خان الخليل ومتعة الشرى وقهاوي الحسين اللي شهرتها شهرة عالمية وبتسهر لحد الفجر. تفتكر ليه الجيل الجديد مش حابب قوي ام كلثوم زي القدام او زي اللي متعلقين في النص زي حضرتك؟ الجيل القديم كان الحب حب، واللي بيحب بيبقى قلبه زي الحديد يفوت في الجبل. ايوه ده الحب. طب ما الحب ده مش بس الستات، اللي قلبه زي الحديد ده اللي بيقوي ده الحب الحق. أيوة. لما تحس انك الحق معاك. ايوه انا بقول لك ايش، لا صح، هو ده الحب. الحب ده عارفه ايه؟ هقول لك الحب ده ايه. قول. الحب ده بيجري في الدم. طبعا بيجري في الدم كله بتاع جسمك، ما تعرفيش لمين. صعب صعب تمشي تبكي زي ما يكون صديق عزيز عليك قوي وفرقك اقوى. ده لو في حزن في الحب. ولو في انبساط بقى يبقى ده حاجه تانيه برضو من الحب. طبعا من الحب. حب حلو. هي قالت لك حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت تعرف قبل معنى الحب ايه؟ لما تتكلم عليه؟ ايوه. لكن انت حاسس ان انت فاهم الحب وده اللي مديك القوه ان انت تبقى جدع وهل ده اللي كان مدي لوالدك برضو نفس القوه دي؟ يعني هو علمك فطمك على كده؟ الحمد لله انا ابويا علمنا كل حاجه. ايه؟ اتعلمت ايه؟ علمنا الادب، علمنا الجدعنه. ولما نتحسر في حاجه بنتحسر بجدعانه والادب وبحق. علمنا بالحق ونجيب حق الناس ونجيب حقنا ونعرف نتكلم مع حد وناخد حقنا، ولو حق ليا حق ما يجيليش نوم. عم سعد، لو انا ماشيه في الشارع كده وشفتك هقف مرتين اشوف الستايل بتاعك وطريقك، طريقه لبسك، لبسك خاص جدا. من امتى وانت بتلم الحاجات الفضه دي وبتلبس بالشكل ده؟ انا من صغري. من وانت صغير؟ وانا صغير، وبعدين في شبابي كنت بلبسهم ذهب. الجنازير والحاجات دي ذهب؟ ايوه كانوا ذهب، لكن كل ما حد يقابلني الذهب حرام للرجاله. يقول لك كده؟ ايوه يقولوا لي الذهب حرام للرجاله. دي بقى كان شباب بقى ودلع والكلام ده. بس وريهم لي كده يا حاج، انت لابس الغوايش دول، انت عارف دول اصلا خلاخيل؟ خلاخيل. دول خلاخيل حلوين. ده بدوي. ايوه وانت في الجماليه هنا اكيد ده كيلو الذهب كان كيلو الفضه كان الشيء الفلاني، يعني الذهب الفضه رخيصه والذهب كان ايامها كان رخيص ايام ما كنت بلبسها انا. بس عندك برضو جنازير مش قديمه بقى، الجنازير دي جديده؟ لا عندي القديمه. عندك قديم من القديم؟ وريني الجنازير بتاعتك كده يا عم. تقيل ما شاء الله. ما بيوجعوش رقبتك؟ لا اتعودت عليهم. كان يعني ما قالوا لي حرام ومش حرام، وفضلت واحده 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 لبست فضه لما خدت على الفضه. بس حتى جلابيتك يعني جلابيتك اللي هو الشغل اللي بالكردون ده بتاع هلال، وكل شكلك يعني مصري قوي. لا بلبس برضو البلاطين والبرفات والبلاطي والجواكت والبرانيط. برنيطة جميلة عندها علامة غريبة كده عاملة زي الهندسة. مساحة عارفه دي ايه؟ لما بتحب بقى تفسح ام حماده وتفسح العيال كده بتروحوا فين؟ كنا بنروح الاسكندريه. اسكندريه وروح مطروح دي بعيد شويه. بتحب اسكندريه؟ بحب اسكندريه. اشمعنى؟ لاني قضيت شبابي فيها بقى، يعني اتشقيت في اسكندريه. ايوه اتشقيت. تلاقي ام حماده ما بتحبش تروح اسكندريه. لا دلوقتي كانت بتقعدي تروح الساحل. ها؟ وبعدين رحنا مطروح بقى. عديته بقى على مطروح. قالت اسكندريه لا. اروق. ايوه هناك اروق. اروق اروق. أيوة. وما فيهاش ذكريات على النظافه. ما فيهاش ذكريات. ايوه كده.